مؤسسة رعاية الطفول. في شكوى تقدمت بحقكم. مرتضى كيفك؟ أبي عندك؟ خالة شيماء؟ بابا موجود عندي؟ بدر؟ 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 بتقول انشقت الأرض وبلعته للرجال؟ هيك بيكون مصيري اللي مثلك يا سامح بيك. يعني إذا قدرنا نجيب أبي، أمي كيف ممكن إنه نجيبها؟ أنا رح جن، وين بده يكون اختفى؟ يعني معقول هالمرة تقدر تاخدنا؟ حكايتنا يومياً 6 المساء على الـ MTV.